والعلم ما أورث القلب الزكية تقن وخشية عند أهل الله كلهم. فهذا المثال القرآني ليس المقصود منه رواية شيء مضى للتسلية والتفكه، إنما هو للتعليم والتربية والتدبر. فأولا لحتى نعرف حق الحيوان، الرفق بالحيوان في أوروبا الآن له شأنه وجمعياته وميزانياته. فإذا رأوا نوع من الحيوان يكاد ينقرض مما ينتفع منه الإنسان كالحيتان، يطالبوا قانون دولي بتحريم الصيد حتى رد يرجع العدد كما ينبغي. إذا نزلت آفات سماوية على الحيوان كالثلوج تمنع الطيور من قوتها والحيوان من مرعاها، شوف الدول راضية في الميزانية لمثل هذه الأمور تسعف الحيوان كأنها سمعت قول النبي الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فقصة النملة وسليمان لحتى ما نستهين وحتى لا نكون من الغير المبالين بالضعفاء، نعرف هذا الضعيف ولو نملة إذا دعس على أجرة وكسرت إياها يعني بدها تتألم مثل ما بتتألم إذا أجرك انكسرت، وإذا دعس على لصة وانشلت بدها تحس بألم وتقع بكارثة مثل ما إذا أنت انشل نصفك. فارحم ترحم، حتى الحيوان المؤذي اللي ينبغي قتله النبي قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته. ما تكون متلمة أو ضعيفة يتعذب الحيوان، وليرح ذبيحته يترك لإيد أو أجر شان تأخذ حركتها عند الذبح فهو أريح لها.